هجوم سبراني هائل استهدف المنظومة الإلكترونية لمحطات الوقود في الداخل الإيراني وتسبب في شلل معظم محطات الوقود اللي موجودة في إيران في معظم المدن الإيرانية. والمشكلة لم يتوقف الأمر في عملية الشلل اللي تسببت بها، بل أنه حتى اخترقوا اللافتات اللي هي موجودة في الداخل الإيراني. هنا على سبيل المثال في أصفهان المواطنين كلهم صوروا طبيعة ما جاءوا، هنا تلاحظون خامنئي بنزين ماكو، أين هو الوقود يا خامنئي؟ رسائل واضحة جدا وحتى باللون الأخضر، يعني كلامه رسائل واضحة من الهكرز اللي اخترقوا ويقولون أن البنزين والوقود المجاني أين هو؟ فرسائل كثيرة جدا. وطبعا هنا تلاحظون من هذه الصور المباشرة التي حقيقة نشرت عن قم، هنا تعطيل كامل جدا لطبيعة محطات الوقود بهذا الشكل، طوابير كثيرة هنا في مدينة شيراز كذلك وحتى في محافظة كرمانشاه، تعطيل كامل لمحطات الوقود هنا طبعا في الداخل الإيراني. وهذه طبعا تسبب هذا عملية التهكير هذه العالية جدا اللي صارت والقرصنة الهائلة تسببت بمشكلة، وهنالك حتى ملاحظة صارت على طبيعة مضخات الوقود اللي أنت طبعا تروح إلها وتعبي من عندها البنزين لسيارتك، تلاحظ بأنها طبعا تماما شدان، خلاص طافية تماما، ماذا تشتغل نهائيا. ولكن هنالك في هذا البوكس الصغير، في هذا الصندوق الصغير، هنالك معلومات موجودة إذا حاولنا نقترب من عندها. هذه طبعا هي تعطي معلومات أنه أي واحد يريد يشتكي أو عنده استعلام أو غيرها حاطي له رقم، الرقم لا يبدو واضحا بالشكل الكبير هنا، ولكن الرقم اللي مذكور هو طبعا 64411. وهذا الرقم إذا ما رجعنا إلى شهر 7 2021 لما صار هذا الهجوم على أيضا المنظومة الخاصة الإلكترونية بالسكك الحديدية اللي كان من الممكن أن تتسبب في عملية صدام بالقطارات في الداخل الإيراني، وهكروا هذه اللوحة اللي تشوفوها ولغوا كل الرحلات وتلعبوا بالرحلات. كانت هنالك أيضا معلومات لعملية الاستفسارات والشكاوى وغيرها هي موجودة تحت هذه الساعة، إذا حاولنا نقترب من عندها بالفارس هنا مكتوبة الأرقام، أي واحد يعرف الفارسية، الرقم نفسه هو 64411. والمثير بهذا الأمر بأن هذا الرقم هو رقم مكتب المرشد الأعلى الإيراني الخامنئي، لذلك الناس كل ما تصير مشكلة يحطون هذا الرقم والناس تبدي تتصل على مكتب المرشد الأعلى. فواضح جدا أن القضية لا تقتصر على قضية فقط أنه هم سووا هجوم سبراني، وإنما هنالك عملية نوع من الاستهزاء في النظام الإيراني وقدرته على عملية الدفاع عن نفسه في مثل هذه القضايا. المشكلة لم تتوقف هنا عن الهجوم السبراني اللي لحد الآن تداعياته مستمرة حتى هذه اللحظة، القضية مستمرة حقيقة. وكان هنالك أيضا انفجار صار في الداخل الإيراني في محافظة كرمانشاه اللي تعطلت بها كل محطات الوقود، لم يكن يوما جيدا في محافظة كرمانشاه، كان هنالك انفجار بهذا الشكل بحسب التقارير التي وردتنا تؤكد بأن هذا الانفجار صار في مستشفى اسمه مستشفى إمام رضا اللي هو في محافظة كرمانشاه مثل ما قلنا، والخاص والتابع إلى الحرس الثوري الإيراني، يستقبلون بالجرحى والقتلى من الحرس الثوري الإيراني القادمين طبعا من سوريا. فلذلك هنالك الكثير من المشاكل اللي تعاني من عندها إيران بهذا الصدد. وطبعا هذا كل الأكشن دي يصير اليوم بسبب قضيتين صارت ونشرت عن إيران يوم أمس. أهم هذه القضايا واللي هي طبعا يعتبرها الإسرائيليين تهديد كبير لهم هي قضية ما يجري في عملية تخصيب اليورانيوم. إيران الآن اتخذت خطوة إلى الأمام في الاقتراب من عملية التخصيب بنسبة 90% والاقتراب من القنبلة النووية، واللي سووه بحسب طبعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت بأنه اليورانيوم اللي هو متخصب بنسبة 20%، وهذا طبعا تعتبر يعني نسبة عالية جدا بحد ذاتها وتستخدم في الأمور التسليحية نسبة 20%، بعد أن كانت هي في أجهزة الطرد المركزية اللي هي IR-4، هذه هي أجهزة الطرد المركزية التي تستخدم في عملية تخصيب اليورانيوم، وهذا جهاز IR-4 هو يعمل 4 أضعاف جهاز IR-1، هذا هو IR-1 اللي المفروض إيران تستخدمه بحسب الاتفاقية النووية، ولكن بسبب انسحاب دونالد ترامب تصاعدت الأمور ووصلت إلى هذه الدرجة. فلذلك الآن هذا اليورانيوم بده يتخصب المخصب بنسبة 20% نقلوه من هذه الأجهزة اللي هي IR-4 والIR-2M، نقلوها إلى هذا الجهاز اللي هو جهاز الطرد المركزي اللي اسمه IR-6، والIR-6 واحد من أكثر أجهزة الطرد المركزية تطورا، وهو يعمل 10 أضعاف من ناحية القوة إذا ما كان أكثر من IR-1، وهذا طبعا هم ضافوا إلى جهاز طرد مركزي واحد. وهذا يفتح الباب إلى قضية مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل وحتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، أنه الآن بمجرد وجود اليورانيوم المخصب بهذه الأجهزة معناتها إيران لو قررت أن
تصعد من عملية تخصيب اليورانيوم بأي شكل من الأشكال وتريد توصل للقنبلة النووية، بوجود هذا اليورانيوم المخصب بهذه النسبة في هذه الأجهزة المتطورة سيسرع العجلة للوصول إلى القنبلة النووية بشكل كبير. لذلك هذا بالنسبة لهم فالتصعيد وتصعيد هائل جدا ولا يمكن أخذه بالأمر السهل. طبعا هذه القضية بحد ذاتها خلت الإسرائيليين مباشرة أن يسربون عن طبيعة التدريبات اللي هم يريدون يسووها من أجل ضرب المنشآت النووية الإيرانية. والتايمز اوف اسرائيل حصلت على معلومه يجب ان ننتبه اليها في هذا الصدد. شوف شنو اللي قالت هنا التايمز اوف اسرائيل. علمت التايمز اوف اسرائيل ان بعض جوانب خطه ضرب منشات ايران النوويه ستكون جاهزه في غضون فتره زمنيه قصيره، في حين ان بعض الاهداف الاخرى قد تستغرق اكثر من عام لتكون قابله للتنفيذ بشكل كامل. المثير بهذا النص انه حقيقة بمجرد ما ذكروه بهذا الشكل مثل ما تشوفوه الان واحنا مسوي له هايلايت، انه تحت هذا النص مباشرة هم حطوا صورة، وهذه الصورة هي لمنشأة فوردو الإيرانية، منشأة نووية موجودة بها أجهزة الطرد المركزية التي تحدثنا عنها الـ IR-6 وحتى الـ IR-8 وأيضا بها تخصيب يورانيوم عالي. وهذه قد تعطي رسالة، قد تعطي لمحة، قد تعطي تلميح من قبل الإسرائيليين بهذا الشكل تحت هذا النص أنه قد تكون منشأة فوردو هي واحدة من الأهداف التي ستكتمل بفترة قصيرة للغاية والإسرائيليين مستعدين لعملية ضربها. لا نعلم، قد نكون أمام تمويه هنا، هنالك الكثير من الأمور التي ممكن أن تفسر، ولكن واضحة الرسالة، واضحة طبيعة الرسالة المرسلة هنا. هذه القضية أيضا اتزامنت يوم أمس بعد ما معلومات نشرت عن طبيعة الهجوم اللي صار على القنيطرة اللي هي طبعا في سوريا من قبل الإسرائيليين، سووا غارة يوم فجر يوم أمس بالساعات الأولى من يوم أمس بالليل. تحدثوا بتقارير الإسرائيليين بشكل مفاجئ وطبعا بهذا الهجوم اللي سووا على هذه المحافظة اللي استهدفوا بها 3 مقرات للرصد تابعة لحزب الله اللبناني، قالوا بأنه فجأة كانت هنالك مضادات جوية إيرانية فجأة ردت على الطائرات الإسرائيلية، لم تؤثر، لم تؤدي إلى أي خسائر أو أي شيء، ولكن فجأة كانت هنالك مضادات. لماذا هم متفاجئون من هذا الأمر؟ هم دائما يتعرضون إلى مضادات جوية. القضية الأساسية هنا بأنه بعد اتفاق نفتالي بنت مع فلاديمير بوتين أنه بعد خلص المضادات الجوية السورية اللي هم يمتلكوها، طبعا النظام السوري يمتلك S-200 الروسية، بأنها ليس من المفروض أن تعمل، وهي لم تعمل أصلا بالهجوم اللي صار من الإسرائيليين على القنيطرة بأي شكل من الأشكال، ولكن عملت المنظومات وبطاريات الدفاع اللي تمتلكها الميليشيات. فهذا نوعا ما بالنسبة للإعلام الإسرائيلي والإسرائيليين اعتبروا بأن هذه فد مفاجأة، أنه الآن الفصائل المسلحة لديها منظومات دفاعية منشورة موجودة في سوريا. فهم طبعا استغربوا من هذا الموضوع وثبتوا هذه القضية في تغريدة على N12 الإسرائيلية. وشوف شنو اللي قالته ليلة يوم أمس: أطلقت إيران النار على طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال هجوما على سوريا. واضحة تماما الرسالة إلى والإشارة إلى طبيعة الهجوم اللي صار على هجوم القنيطرة. وكذلك الجروسلم بوست اهتمت بهذا الموضوع وقالت بأن إيران نشرت بطاريات للدفاع ومضادات جوية هي ستعمل ضد سلاح الجو الإسرائيلي. قد تكون هذه ذريعة تعمل عليها إسرائيل في الفترة القادمة لتحقيق حلف أو أكثر لضرب هذه المضادات الجوية. سنرى ما الذي ممكن أن يحدث بالنسبة للفصائل وطبيعة هذا النشر. القضية وبالنسبة للمضادات الجوية، إحنا أيضا بالعراق ظهرت عندنا المضادات الجوية اللي تمتلكها الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة والقانون، وظهر لدينا هذا الصاروخ اللي هو SAM-358، وهذا طبعا صاروخ نفاث يشتغل أرض جو، وطبعا هذا يستهدف الهليكوبترات وطائرات الدرونز، أي هدف سريع متحرك مثل F-16 أو F-15 أو F-35 طبعا بكل تأكيد لا يمكن أن يستهدفها، وهذا بسبب طبيعة تحرك هذا الصاروخ، ولكن هو يشكل خطرا على الدرونز مثلا MQ-9 ريبر أو غيرها. وهذا الصاروخ هو طبعا وجد بالعراق في طوس خورماتو بشكل مباشر، وجد بهذا الشكل منصوب وموجه إلى قاعدة الحرير. ولكن أيضا هنالك ملاحظة في هذه القضية يجب أن ننتبه إليها. إذا ما نظرنا إلى هذا الصاروخ بهذه المنطقة المفتوحة اللي هم أخذوا بها الصورة إليه وركزنا على طبيعة المرتفعات اللي موجودة هناك وقارناها طبعا ووضعنا الجوجل إيرث بهذه النقطة طبعا، ونلاحظ بأنها الآن متطابقة في طوس خورماتو، سنلاحظ بأن الموقع الذي نتحدث عنه هو موجود في هذه المساحة المفتوحة. طبعا نلاحظ هنا أيضا طريق عام واللي هو الطريق القادم من طوس خورماتو متوجها بهذا الشكل.
طبعا إلى الشمال، وإذا ما ردنا نأخذ هذه الصورة حتى نعرف هذا موقع الصاروخ وين كان بالضبط في طوز خورماتو، فهذه طوز خورماتو هنا في آخر نقطة طبعا تقريبا إلى طوز خورماتو، وهي تبعد عن هذا الصاروخ الذي نتحدث عنه الآن طبعا تقريبا 5.3 كيلومتر فقط، مسافة قريبة جدا. وأخذوا له الصورة، والقضية أيضا المثيرة في هذا الموضوع يعني إذا ما ذهبنا إلى الصورة الثانية حتى نقارن، بما أنهم موجهين على قاعدة الحرير هنا، سنلاحظ بأن هذه نقطة الصاروخ هنا، طوس خورماتو هنا تحت كما ترون، وهنا أربيل. طبعا قاعدة الحرير هي أبعد من أربيل، ولكن المسافة اللي بين مكان الصاروخ وأربيل هي تقريبا توصل إلى 144 كيلومتر. وهذه طبعا هذا الصاروخ بطبيعة حاله لأي مختص في الصواريخ والأمور العسكرية يعرف تماما بأن الصاروخ هذا لا يمكن أن يصل إلى هذه المسافات، ولكن هو ممكن أن يضرب أهداف بالجو مثل ما قلنا الهليكوبترات أو مثلا الدرونز ممكن يضربها على ارتفاع 8 كيلومتر، وهذا طبعا يعتبر شيء مثير للغاية وشيء قوي للغاية. فواضح أنه إحنا اللي نريد نفهمه من هذه القصة بأن بعد المسافة وغيره هو واضح عبارة عن رسالة من الفصائل المسلحة في الداخل العراقي، ترى عندنا مضادات جوية، وأصبحت واضحة الآن في سوريا، وحزب الله اللبناني كذلك لديه مضادات جوية في الداخل اللبناني، وأيضا واضح الآن هم يمتلكوها وأخذوها وسحبوها وياهم إلى الداخل السوري، وهذا معناتها بأنه المواجهة على أعلى مستوياتها الآن بين الطرفين. فلذلك ننتظر ونرى ما الذي ممكن أن يحدث فعلا في الفترة القادمة وهذه الفترة العصيبة.